مع الحدا. الحدث ويرعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة بعد قليل حفل افتتاح مكتبة الطفل العامة بشاطئ القرم. تضم المكتبة عند افتتاحها اليوم 10,000 عنوان فيما تستوعب 70,000 عنوان، وهو حلم يسعى مجلس الإدارة إلى الوصول إليه. مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث تنضم معنا عبر الاتصال صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير صاحبة السمو. صباح النور، كيف حالك راشد؟ الله يسلمك يا رب صاحبة السمو، سعيدين بهذا التواصل معك ونبارك لكم افتتاح المكتبة بعد قليل، ويأتي تزامنا طبعا مع الاحتفال بالعيد الوطني 47 المجيد. الله يبارك فيكم، سعيدين بهذا التواصل معك. وبداية سموك نريد أن نتعرف على تمويل هذه المكتبة، كيف جاء تمويل إنشاء هذه المكتبة حتى يتم إطلاقها اليوم؟ نعم، يعني قام الفريق المؤسس في البداية بتقسيم الأدوار لتسويق هذا المشروع الكبير، فكان التسويق لدى عدد من الشركات والأفراد الذي يمكنهم دعم المشروع، وتم في هذه المرحلة استخدام هذه التبرعات أولاً لوضع الخرائط الأولية للمكتبة، وذلك بعد ما تكلفت وزارة التراث والثقافة مشكورة بناء على طلب الفريق المؤسس بتوفير الأرض التي كان سيقام عليها مبنى المكتبة، ومن ثم وضعت الخرائط، وبعد ذلك قام الفريق المؤسس بعرض هذه الخرائط على مجموعة كبرى من الشركات. وفي زيارة الفريق لمجموعة بهوان تفضل الشيخ محمد بن سعود بهوان مخيني بتبني فكرة بناء مبنى المكتبة بالكامل وتأسيسه وتجهيزه عن طريق مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، ومن ثم تبرع رجال أعمال آخرين بمبالغ نقدية يعني جيدة لاستكمال الأعمال الأخرى للمكتبة. طيب سموك، يعني المكتبة تبدأ بعشرة آلاف عنوان، الطموحات كبيرة خاصة أن المكتبة بمبناها الضخم تستوعب 70,000 عنوان. الآن من الجهة المسؤولة عن هذه المكتبة وإدارتها؟ حاليا أعضاء مجلس الإدارة الذين فعلا سخروا وقتهم الخاص لهذا المشروع الخير، وأنا فخورة جدا بأني أحد أعضاء هذا المجلس أيضا. نعم. طيب، يعني لاحظنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التغريدات التي بدأت للترويج بالمكتبة، يعني هناك مجموعة من الصور التي تحمس أولياء الأمور لزيارة المكتبة وتحقيق يعني بيئة تعليمية ثقافية للأطفال. الآن ما أوقات افتتاح المكتبة بشكل يومي، وهل ستكون متاحة في إجازة نهاية الأسبوع؟ أيوة، حاليا فترة دوام الموظفين في المكتبة من 9 إلى 4، أما الزوار فمن 10 إلى 3، لكن نعمل حاليا على إن شاء الله تمديد الفترة لتشمل الفترة المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا في الموقع الإلكتروني للمكتبة ووسائل التواصل، بس حاليا أيام الأسبوع فقط، والفترة اللي من الساعة 9 إلى 3. نعم. طيب، يعني هذه المكتبة عبر طوابقها المختلفة وهذه المساحة ماذا تتضمن من مواضيع، ماذا تتضمن من أقسام أيضا سموك؟ طبعا هي تحتوي على مختلف الإصدارات العلمية الثقافية الأدبية، والتي طبعا تم انتقائها بعناية لتناسب مرحلة الطفولة من سن 3 سنوات إلى 17، ومقسمة حسب الأعمار، يعني عندنا قسم من 3 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 17 سنة، وتغطي كل المواضيع المختلفة. نعم. الشيء الجميل سموك يعني في هذه المكتبة وفقا للخبر الذي أوردته جريدة عمان أن المكتبة تضم أيضا مجموعة من الكتب في الجوانب التقنية لذوي الإعاقة من المكفوفين وضعيفي البصر والصم أيضا، وخدمات القصص السمعية. الآن من يدير
هذه المكتبة، من أين استطعتم الحصول على طاقم مؤهل لإدارة هذه المكتبة المتخصصة إلى هذه الفئة من المجتمع، فئة الأطفال؟ نعم، نحن جدا فخورين انه تم تعيين الطاقم من خريجي الجامعه، جامعه سلطان قابوس، من كليه الاداب والعلوم الاجتماعيه، تخصص مكتبات، ونامل في زياده عدد العاملين بالمكتبه طبعا ليواكب التوسع المستقبلي، خاصه في عدد الزائرين والبرامج، وسيكون ذلك طبعا دائما وفقا للامكانيات المتوفره، لكن جدا جدا فخورين بالطاقم الذي يدير المكتبه. نحن نرجو لكم سمو كل التوفيق ان شاء الله، سنكون متابعين باذن الله لهذا الحدث المنقول عبر قناه عمان العامه وعبر عمان مباشر بعد قليل. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق صاحبه السمو السيده الدكتوره منى بنت فهد ال سعيد، مساعده رئيس جامعه السلطان قابوس للتعاون الدولي، وايضا رئيسه مجلس اداره مكتبة الطفل العامة. شكرا جزيلا لك سموك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. إذن نبارك لعمان، نبارك لكل المستقبل المشرق على عمان، افتتاح مكتبة الطفل العامة بالقرم بعد قليل تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة. شكرا لكل هذه الجهود التي تبذل في مختلف القطاعات من أجل أن تمتد مظلة النماء والرخاء في كل أجزاء عمان العظيمة. هذه المكتبة دعوة حقيقية وحث لبذل مزيد من الجهود في العلم والمعرفة. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ. في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان، في الإنسان في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان، في الإنسان في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ 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 اقرأ, اقرأ.